التين هلق صفى مدخول الرئيسي لأهالي جبل الزاوية. الاعتماد صار كلياته على موسم التين. فرص عمل كثير كبيره، يعني هون مناطقنا يعني بتزيد فيها المشاغل تقريبا 12 مشغل او اكثر. طبعا ما في مشغل الا عنده 100 عامل، يعني فيك تعتبر في المنطقه هون منطقتنا هون في اكثر من 1000 عائله متعايشه على موضوع الشغل في مكابس التين. أثرت كثير الحرب، يعني صار عندك أنت موضوع سقي التين اللي زارع أرضه، صار عندك صعوبة في سقية التين، يعني بدك تاخذ صهريج تروح على الأرض وتخاف موضوع استطلاع، موضوع قصف، موضوع فحرب. يعني في أكثر الناس اللي زرعت تينها يبس، ليش؟ بخوفها من إنه تاخذ سيارة وتروح تسقي التين وترجع.